سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب: هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين. وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وعاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالج. وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروج. وعاش رعو بعدما ولد سروج 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وولد ناحور. وعاش سروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد طارح. وعاش ناحور بعدما ولد طارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش طارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. وهذه مواليد طارح. ولد طارح أبرام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل طارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ طارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام طارح 205 سنين ومات طارح في حاران. الأصحاح 12. وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب،
وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هوذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. الأصحاح 13. فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. سفر المزامير. المزمور 5. لكلماتي أصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، لأنك أنت لست إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، جوفهم هوة، حلقهم قبر مفتوح، ألسنتهم صقلوها. دنهم يا الله ليسقطوا من مؤامراتهم، بكثرة ذنوبهم طوح بهم، لأنهم تمردوا عليك، ويفرح جميع المتكلين عليك.
الى الابد يهتفون وتضللهم ويبتهج بك محب اسمك، لانك انت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. سفر الامثال الاصحاح الاول. لاني دعوت فابيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي. فانا ايضا اضحك عند بليتكم، اشمت عند مجيء خوفكم. اذا جاء خوفكم كعاصفة واتت بليتكم كالزوبعة، اذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا استجيب، يبكرون الي فلا يجدونني. انجيل متى الاصحاح الخامس. ولما رأى الجموع صعد الى الجبل، فلما جلس تقدم اليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة، لانهم يتعزون. طوبى للودعاء، لانهم يرثون الارض. طوبى للجياع والعطاش الى البر، لانهم يشبعون. طوبى للرحماء، لانهم يرحمون. طوبى للانقياء القلب، لانهم يعاينون الله. طوبى لصانع السلام، لانهم ابناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من اجل البر، لان لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا، لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم. انتم ملح الارض، ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمله. فان الحق اقول لكم، الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فاني اقول لكم، انكم ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. واما انا فاقول لكم، ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. فان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن. الحق اقول لك، لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير.